السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله يوم جديد، يوم الحد. قررت باش غادي ندير الحوت، فأنا غادي نوري لكم دابا القمة اللي كندير أنا عادية. غادي نفرم هادو توما. عندي هنايا كمون، بزار، قزبور ومعدنوس، أو لا معدنوس يا ربي، ما عنديش قزبور. وهنايا البابريكا أو فلفل الأحمر. غادي نزيد عليه الحامض اللي هو هذا النوع، هذا غنزيد هذا. وقبل ما ندير الزيت غادي نصاوب الثومه حيت دابا نسيت. ماشي مشكل، غادي نطحن الثومه. المهم كيبغي هاد لاصوص، يبغي بزاف ديال الحامض. وغادي نحط، ملي غادي نفرم هاد الثومه غادي نحط زيت البلديه وصافي. كما تشوفوا صاوبت ثوما. هذا الشيء كله غادي يتخلط. وهذه الزيت من هذا المنبر، هذا الزيت ديال المغرب، جابتو لي اسماء صاحبتي مسكينه، الله يحن عليك حبيبه والله يسعدك يا ربي يا كريم، يحفظ لك وليداتك وراجلك. انا هذا المفروض كنت كنديرو غير للتجميل، ولكن حيت سالا لي الزيت مازال ما شريتوش، فغادي نضطر ناخذ غير شي شويه. هذا عندي بحال الذهب، حيت المغرب جاي من المغرب. صافي، من بعد غنحركوا هذا الشيء كامل وغادي نحط فيه الحوتة ان شاء الله باذن الله. المهم هانتوما كما كتشوفوا كنحلوا الحوت من هنايا باش نحطوا فيه الاقامه، وحتى من الجهه هذه، حتى من الجهه هذه كيتحل كيتعمر بالاقامه. ومن بعد كنحطوه مع الخضره اللي غادي تحط معاه وكندخلوا الفران. هذا الشيء اللي كاين. المهم هذه هي لاصوص اللي بقات لي من الشرموله. كتشوفوا هنايا ها هو الحوت. حتى هنايا حليت هنايا في الاخر ديال هذا الحوت التالي، حتى هو حليته هكذا في الوسط وحطيت فيه هذه القامه هذه. وما تنساوش الملحه، لان انا بصراحه كنت ناسيها عدرتها. وغادي ندير معها حتى هذه البصله هذه اللي هي صغيره، انتما كتشوفوا الا كتبان لكم هكذا البصله صغيرة 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 بزاف، يعني شنو نقول لكم، اصغر من اللي بيبي ديال البصله، يعني ماشي صغيرة صغيرة بزاف، دايره بحال كيسميوها البيرل لوي، دايره بحال شنو نقول لكم، بحال داك الحبات ديال الديامون صغيورين. المهم انا غادي نحطها هذه هكذا مع الخضره. هنا بحال اللي قلنا درنا الشرموله. هنايا حطيت بخرت، انا ما كنسلقش، بخرت البطاطا وخيزو، وغادي نحط عليها هاد الحوته هذه. ولكن كتسايل الخضره اخرى غادي تبخر باش نحط كلشي دقه واحده. انتما انا بغيت ندخل الخضره قصدا الدراري باش ياكلوها. كاين الشيفرول، كاين البروكولي، كاين خيزو، انا ديجا دايره خيزو ولكن هادي حتى هي فيها خيزو. هاد الشيء كله غادي ندهنو من قيطة ديال زيت البلديه، وغادي نملحو وغنزيد عليه الحوته ونزيد على داك البصل الصغير، ونحيد الالارم ديال ولدي. وغادي ندير، انتما كتشوفوا البصل، شوفوا الحبه منين شده في يدي قداش صغيره 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 بزاف، سبحان الله، بصله فنه هذه غزاله. غنحطها حتى هي وغادي نحط الحوت. ما تنساوش بانه راه كنحطو هنايا في هذا الشيء اللي كنقطعو، وما تنساوش راح كنحطو حتى هنا الاقامه، راه كلها خصها تدخل هنايا، نتوما راه عارفين شتو الاقامه، يعني كنحطو لداخل عاد كنحطو لداخل عاد كنحطو هنايا في هاد التقطيعات اللي كنفلحو فيها الحوت، عاد كنحطو ضروري ضروري باش تكون باش هاد الاقامه هادي كتلذذ الحوت اكيد كتر كتر كتر. ومع هاد البصيلات الصغيورين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شتي كيباينين الا طلعت الكاميرا الفوق كيبانو صغيورين. المهم دابا انا غادي نحط الحوت، غندير فيه سيلفر بيبر وغادي نحطو ان شاء الله في الفران. هادشي اللي كاين، غادي نغطيه غادي نغطيه
وغادي نحطو، غادي نحطو ان شاء الله غير يتبخر شي شويه، لانه الخضره راها طايبه 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 طايبه، فالحوت ما كياخذش بزاف وانا ما كنطيبوش بزاف 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 باش كنستافدو من الفيتامينات اللي فيه والاوميغا 3 اللي فيه. هذا الشيء اللي كاين، نهضروا ان شاء الله ميزة. المهم انا هذه الاكله هذه درتها هكذا بوحديتها، ما درتش معها لا روز لا باستا لا اي حاجه، لانه صراحه كاين واحد الدسير اللي غادي ياكلوه من بعد الماكله هذه. المهم ماكلها انتم كتشوفوها طابت ما شاء الله، انتم كتشوفوها هي طيبه، كل شيء طيب فيها. وهنايا بغيت نوريكم لو ديسير اللي هو لو ري الاموند، او لو ري ريس الاموند بالدنماركي تيقولوا لو ريس الاموند، اللي هو الرز عامر باللوز وفيه لا كريم فريش او دابل كريم، حنا كنسميو دابل كريم صراحه القشطه طريقيه الطريقه ديال تيسميوها الريس الري لو ري الاموند، فيه دابل كريم. هذا هو هذا هو اللي كياكلوه بزاف في الوقت ديال الكريسماس او او النويل، ايام النويل ديالهم ديال ديسمبر. ف زويون بدل واحد ما يديرو هكذا في الدار يشريه واجد، ما تيكونش الا في هذا الوقت هذا ديال نوفمبر وديسمبر. وهذا الصوص ديالو ديال حبل الملوك اللي كيدار فوق منه، وشكله الشكل ديالو بحال شي كونفيتور، هو راه ماشي كونفيتور، ولكن هذا الصوص كيتحط مع هذا. انا ديجا عطيت لشادي وحده ديالته وحطيت ليه هنايا هاد هذا. المهم هو ما يقدرش ياكل هذه كامله لانه فيها 450 غرام، حتى انا ما نقدرش ناخذها كامله، حتى الاخرين ما يقدروش ياكلوها كامله، كناخذو شي شويه ونخليو لغد ليه شي شويه. هذا الشيء اللي كاين نقول لكم، كل عام وانتم بألف خير. بغيت نقول الجمعه كانت ذكرى المسيره الخضراء، كانت ذكرى 45. كل عام والشعب المغربي وسيدنا الله ينصرو بألف 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 خير، الله يشفي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، والله ينصرو يا رب ويحفظ جميع المغاربة والمسلمين وينصر المغاربة من طنجة للكويرة. ونقول لكم كل عام وانتم بألف خير، تذكروا وتعودوا تذكروا إن شاء الله يا ربي يا كريم. والصحراء المغربية والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، ونقول لكم تهلاو فراسكم وحقكم في الجنة. باي باي.